back to my channel. طبعا اليوم اخذتكم وياي اشوفكم تحضيراتي قبل السفر وقبل عيد ميلادي، لان يعني عيد ميلادي قريبا راح يكون فلوج كامل على عيد ميلادي اكيد وشنو راح اسوي بعيد ميلادي، بس هذا الفلوج هو تحضيرات قبل عيد ميلادي. وطبعا اول شيء راح اسويه هو اليوم عندي موعد اظافير، فدا اروح اسوي اظافيري لان عندي طياره بعد 6 ساعات تقريبا طيارتي، فاول شيء اروح اسوي اظافيري. طبعا قلت لكم واحد من الفيديوهات اصور اخر فيديو او الفيديو القبله من نزلته انكسرت اظافيري، فهاي هسه اظافيري تركيب طوال شويه سويتهم وغيرت الشيب مالتهم سويته مربع. هسه دا اروح للصالون اصور راح اسوي فرنش واريد اسوي الالموند شيب. صار ليش قد ما مسويه فرنش، يعني سنين 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 ما مسويه فرنش. I'm so excited to see how it's gonna look on my hands. ان شاء الله احبه، لان يعني مسويتها لعيد ميلادي واليوم سافرتي الساعه 6، يعني ما عندي وقت اغير. No, I have to like it. بعد الشعر تشوفون، لان ما حطيت برودكتس على شعري بصراحه، مو دائما احب اسوي شعري وانيمه، لان ما احب 24 ساعه حاطه برودكتس على شعري، واصلا فشي مو صحي للفروه مال شعري. I don't mind عندي بيبي هيرز، العالم كليتها تعرف. Yes guys I'm so excited، راح اشوفكم شلون راح اتحضر واخذكم وياي للمطار. طبعا سان دييغو صار لي يمكن سنه ما رايحه لها، كنت دائما كل فتره اروح هناك، بس صار لي سنه ما رايحه سان دييغو. اخر مره رحت سان دييغو اصور صورت لكم فيديو، رحت اني صديقتي مينا ركبنا خيل، وكانت اول مره بحياتي اركب خيل هيك يعني بالطبيعه. It's so much fun. اللي بعده ما رايح شاف الفيديو، هو فيديو كلش قديم، شعري كان هنا. Anyway فيديو كلش قديم راح اترك لكم اياه هنا، ولا تعلقون على شكلي لان ما ادري انا كل سنه يتغير شكلي. It's so weird. Guys اللي راح يسال ايش قد راح يصير عمرك؟ 25. Oh shit. حتى الكاميرا انصدمت من العمر. طبعا هسه وصلت للصالون، تاخرت تقريبا 12 minutes يعني 12 دقيقة. It's okay. It's just a nail salon. بس إن شاء الله ما يطولون وياي لأن بصراحة I have to pack. يعني أعرف شنو ماخذ هدوم. يعني that's good. I already did that. بس لازم أحطهم بالجنطة. لازم ألاقي مكان بالجنطة. لازم أعبي كل شيء بالجنطة. وإن شاء الله الجنطة تكفي. So خلي أروح أسوي أظافيري وأرجع لكم. بس لازم أترك كل شيء وأقعد لأن ما أقدر أحرك أي شيء. من يحسون هيك ايديا I feel useless، يعني كل شيء ما اقدر اسوي بس هيك قاعده. Guys طبعا ساعتين اني بالصالون دا اسوي اظافيري، واخيرا صاروا فرنش وسويتهم طوال بس مو كلش حابتهم. بس I don't have time. I have to pack. وعندي طيارة. So far so good. الفرنش حلو بس أحس شوية طوال. We'll see. خلي أروح أخلص packing. بعد ساعتين ونص لازم أكون طالعة من البيت، فلازم أحضر أشيائي. لازم اقيس وزني. تعالي ثريا اسوي رياضيات. لازم اشيلها. اوقف 47 معناها اقل من 50. I'm good. Yes. Guys طبعا هسه صفيت سيارتي ودا امشي حتى يودوني للمطار. And I'm not late. Yes خلي اشوف هذولي وين يروحون. اني terminals. What terminal? Yeah. United? The space you in? Yeah. Yes. 14. رحت رجعت للسيارة دا أشوف أني وين مبركتها، بس أعرف 14 ما أعرف الرقم الثاني، فقال لي رجعي شوفي. Thank you sir. I'm already out of breath. وين الرياضة؟ طبعا هذا الباسبور بس اني وحده قاعدين. I don't mind. اريد اوصل للمطار لان مالتي الجنطه لازم اسويها تشيك ان. I'm so happy انه اني ما تاخرت وما صار اي شيء الحمد لله والشكر، لان كنت كلش خايفه
انه اتاخر، لان ما تخيلون شنو الازدحامات بهيجي وقت. طبعا اللي عايش بهيوستن يعرف عن شنو دا احكي. الازدحامات هنا الساعة 5 مو طبيعيه جايز، راح تبلش اصوات. هذا الشيء يبقى يتحرك. باي، سي يو ليتر جايز. تعرفون هسه انا وين؟ بالمطار، تخصيصا بالحمام المطار. خلي اشوفكم شنو لبست بالاخير. هاي الجاكيت الوحيد اللي ما اخذته وياي، لان ما راح تكون كلش بارده، فهسه لبسته لان جنطه ما تكفي بعد. لبست هذا التي شيرت وهذا البنطلون و ماي ال دي شوز و ذاتس ات. الباك باك مالتي طبعا باعوها، ايش قسمينه، راح تطق يعني عبيت بيها اشياء ما تكفي بالجنطه. سي يو ليتر. طبعا اجيت دا اشتري سناكس بهذا المكان لانه ما لحقت اكل هوايه اليوم، واعرف كل زين الجوع راح يقتلني بالطياره والملل راح يقتلني، فلازم اخذ لي شيء اكله وياي فشي هيلثي. خلي اشوفكم شكو. او ذس از ماي هيلثي سبوت. نشوف شنو ناخذ. ذس از ماي هيلثي سبوت. هذا طبعا ما اخذته قبل، هذا ما احبه كلش هوايه. هذولي از جاست بينتس. اكثر شيء راح اخذ هذا لان ما بي شوكليت، ما بي اي شيء، بس بي الموند، raisins, pistachio, dried cranberries. هاي الأشياء اللي بي. It's a good option. Smart water. Cool. طبعا احنا عندنا بهيوستن ناسا، فكل الأشياء مال ناسا موجودة هنا. وأنا طبعا ما عندي ولا شيء من ناسا ولا مرة رايحة لها. كتبوا لي بالكومنت إذا لازم أروح ناسا وأشوفكم شكو ماكو. طبعا بلشوا بوردينج، بس أنا أنتظر آخر شيء، لان ما عندي جنطة فما خايفة على المكان يروح، وما اريد اقعد لان ورايا قاعدة كلش طويلة. بس هم اوريدي بلشوا بوردينج، دا انتظر بس هيجي دا افرفر امشي رجلي قبل ما تقعد. طبعا انا كلش هواي اتمنى يسرعون الطيران بصراحة، كلش احب انه اسافر، بس اكره شيء انه اقعد بالطيارة، اكره ما عندي هيجي، بس اريد اتحرك، بس اريد امشي، بس اريد اقمز. تقريبا العالم كليتها بلشت تدخل. احكي وياكم بعدين. هسه قاعدين بالطيارة، بعد ما اعرف ايش قد وصلنا، صورت 3 ساعات هيجي شيء. الحمد لله ما كانت تكون اي مشاكل او اي عقلة، ومرحلة اللبسة الطفارة هاي احلى شيء عندي. جايز هسه وصلت لسان دييغو، سو ام ان سان دييغو هسه. صراحة لازم انزل اجيب جنوبتي من الباكج كلايم. طبعا ما ادري ليش العالم لحد هسه تستغرب انه عالم لازم التليفونات وتحكي او تصور، ما ادري ليش، مع انه انا اشوفها في شيء كلش طبيعي، يعني اذا احد لازم التليفون قاعد يحكي او يسولف سو وات. anyway اتصور لي اني اسوي فيس اكسبريشن، فهذول يقولون هاي مخبله يمكن قاعد تحكي ويا نفسها. اتس اوكي. دا انتظر هسه جنبتي هنا لازم تجي. اوه اي فاوند يس. أنا بالمطار دا انتظر ماي بيك اب. وطبعا خلص هو هذا يومي، وصلت السان دييغو مثل ما شفتوا، جبت جنطتي واخيرا هسه بس قاعده دا انتظر برا. واذا راح انهي الفيديو هنا لا تنسون الاشتراك بالقناه هنا احط لكم هنا في اي مكان، بس لا تنسون الاشتراك بالقناه. واذا حبيتوا هذا الفيديو وحبيتوا هذا الفلوج لا تنسون تسووا لي لايك، واكو جرس هندوس عليه حتى كل ما انزل فيديوهات يوصلكم نوتيفيكيشنز، لان اكو كوم عالم بنفس اليوم اللي انزل فيديو يقولوا لي ثريا وينك؟ ليش ما تنزلين فيديو؟ ام لايك هسه قبل شوي نزلت فيديو، يعني قبل ساعه قبل ساعتين. الجرس لازم تدوسون عليه حتى كل ما انزل فيديو يوصلكم نوتيفيكيشنز يقول لكم انه ثريا نزلت فيديو هيجي شيء. That's it guys. اني احبكم كلش هوايه وكلش متحمسه انه اصور لكم عيد ميلادي. I'm sure it's gonna be fun. احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي.